رئاسته البرلمان، رئاسة حركة النهضة ورئاسة البرلمان، حديث على ثروة راشد الغنوشي، دور ابنه في المعركة الداخلية في حركة النهضة، ثروة العائلة الكل. أنت بيدك سي رفيق عبد السلام من العائلة نتاع راشد الغنوشي، وأنا غارق في الثروة زيادة. لا أنا ما الحقيقة أنا ما قلتش إن أنت أول ما انطرح الموضوع، أنت الموضوع على الهبة الصينية جداً. هي اللي من وقتها أنت قعدت الناس تحكي على ثروتك. نحكيو عليها هذيك قضية حسمت بالقضاء وكل في إطار التلبيس، والحمد لله معناها كل في إطار معناها الألعاب ومحاولة التوظيف الإعلامي، وأنصفنا القضاء ويزم يتأكدوا التوانسة راهو مليون دولار لم يدخل الجيب الخاص ولا الحساب الخاص لرفيق عبد السلام، من اليوم الأول دخل في الحساب الخاص لوزارة الخارجية، وقد أنصفنا القضاء. وقع اختلاف بين وزارة الخارجية ووزارة المالية، هل هذه تبقى في حساب وزارة الخارجية ولا تمشي لوزارة المالية، وفي الأخير معناها أنصفنا القضاء والأمور واضحة. هذا كله توظيف وجدل إعلامي، تأكدوا ولا حطيت مليم في جيبي. هذا واحد. اثنين، كل شخصية كبيرة هي شخصية جدالية، فما شخصية كبيرة ما تكونش كونتروفيرشل، طبيعي جدا. راشد الغنوشي عنده محبين كما عنده خصوم وحتى ربما أعداء، هذا أمر طبيعي. لكن اللي يحب يعرف ثروة راشد الغنوشي يمشي لهيئة السي شوقي طبيب، هيئة مقاومة الفساد، اللي صرح فيها على ممتلكاته تعرفوا شنو اللي عنده في أمور في كامل الشفافية والوضوح. راشد الغنوشي تأكدي معناها إذا ما كونش هو أفقر السياسيين فهو ما معناها يعيش حياة عادية كبقية التونسيين من ناحية إمكانياته. الستاندينج اللي نشوفه فيه ما يدلش على الستاندينج. شنو الستاندينج؟ معناها الديار اللي يسكن فيهم. ابدا، يسكن في دار بسيطه ربما دارك انت افضل منه. وانا لو توفر لك فرصه تمشي للبيت راشد الغنوشي لا يعيش في المنزه، لا يعيش في المنزه، لا يعيش جارك لهنا في اللاك، يعيش في بيت متواضع، بيت الاسره مع اسرته، ويعيش حياه بسيطه ويزم توسيتك. وانا نعرف راشد الغنوشي، انا صاحبته في كامل راحته، اكثر انسان زاهد في الثروه، لا يفكر لا في مال ولا فلوس ولا ثروة، مهموم بشأن السياسي الوطني ومهموم بقضية حزب. المال عمره ما كان أولوية بالنسبة لي. اليوم هل هو غد نتأكد من شيء هذا. راشد الغنوشي هو زاهد في الثروة، ما يحبش الفلوس، ليه بأمور أخرى. فما في الأثناء صارت تعويضات، الناس تتساءل هل راشد الغنوشي تحصل على تعويضات؟ لم يتحصل على تعويضات. لم يتحصل على تعويضات. ابنه سي رفيق عبد السلام هو بيرسوناج بوبليك اليوم راشد الغنوشي، وفما حديث على ابنه انه هو المتحكم في الاموال داخل حركه أبدا. النهضه، وفما توريث وامور من نوع هذا. تاكدوا الحزب النهضه ماهوش حزب ملكي، توريث ما يمشيش في النهضه، ولا واحد باش يقول لك لا ولده ولا نسيبه. فذلك رفيق عبد السلام لاني طرح على نفسي باش نكون رئيس النهضه، ما فيش امور بالوراثه، الافكار لا تورث والاحساب لا تورث. هذا ربما في بعض الأحزاب الطائفية كما في بعض البلدان العربية يقول لك الطائفة الفلانية الختمية ولا المهدية تورث تعدى الرئاسة بالوراثة. في تونس ما عندناش التقاليد السياسية. أولاد راشد الغنوشي يعيشوا حياة عادية، قرأوا على رواحهم في الجامعة البريطانية، أولاده فما شكون خذا دكتوراه، فما خذا ماستر ماجستير في تخصصات مختلفة، أولاده وبناته يعيشوا حياة عادية كبقية التونسيين والتونسيات. قرايين ربي باقي عليهم الستر، عندهم مواقع داخل حركة النهضة، ليس لهم أي موقع رسمي داخل النهضة. لا رسمي، غير رسمي. رسمي ولا غير رسمي. معاذ مرافق البوه في إدارة نشاط بوه، ليس أكثر ولا أقل، وبقية أفراد العائلة يمارسون نشاطهم العادي بعيد عن حركة النهضة. معناها الشيء اللي ونعطيك سادة سامحني سي سفيان من الادعاءات، مش هذا فقط اللي سمية الغنوشي اللي هي مرتي زادة تشاد تاجر في العلالش، والتاجر ما نعرفش فيش أنا في الذهب، عملت عمليات متاع امبور اكسبور مع تركيا، عمرها ولا اشتغلت التجارة ولا تاجرت بقلم رصاص في حياتها، رأس مال الوحيد هو القلم اللي تكتب بيه. لكن نرجع الابن راشد الغنوشي هو بداية حفظ قيد السبسي. اسمع سفيان، اقتنعت احنا نجيبش نقص راشد الغنوشي، احنا نجيبش نقص القضاء الوطنية هنا. لا 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 لا، مو التاريخ يعطينا بسطة على شيء. بداية حفظ قايد سبسي كانت مرافقته الوالده، هذاك علاش توانسة اليوم متقلقين برشا من وجود ابن راشد الغنوشي في الصورة وراء والده. هذا اسمه قياس فاسد، قياس فاسد على المنطق يسموه قياس صحيح فاسد. علاش قياس فاسد؟ لانه ولد الغنوشي ما خداش اي مهمه رسميه في الحزب، سي حافظ تولى رئاسه الحزب فيما بعد، المدير التنفيذي للحزب صحيح. وتولى رئاسه الحزب ودخل في الصراعات والخصومات داخل الحزب، مع كل احترامنا وتقديرنا سي حافظ. هذا ما يتقاسش على سيد راشد الغنوشي، لا طرح على نفسه ولا طرح على عائلته انا باش ادخلوا في الامور هذه نتاع الحزب.
رفيق عبد السلام قلت جينا باش نحكيوا على القضايا الوطنية، ولكن الليمات بالذات كل قضية وطنية تقترن بحركة النهضة وإلا باسم رشد الغنوشي، مش بالعانرة ومش احنا.